أصبح كوك من بي تي اس أفضل أيدول في الكيبوب على الإطلاق مبيعا في أمريكا، حتى بدون وجود أي ظهور رسمي أو ألبوم منفرد ما يوضح شعبيته الغير مسبوقة في أمريكا. باع كوك أكثر من 2 مليون نسخة في الولايات المتحدة بأربع أغاني منفردة وتعاونية فقط، مما جعله أفضل أيدول في الكيبوب على مستوى العالم مبيعا في أمريكا، حيث كانت أغنية يوفوريا أول أغنية لأيدول كيبوب منفردة تبيع أكثر من 900 ألف نسخة في أمريكا. وكذلك كان تعاون ليفت أند رايت أسرع أغنية تعاونية تبيع أكثر من 500 ألف نسخة في وقت قياسي. وكذلك ماي تايم باعت أكثر من 450 ألف نسخة، وستي لايف باعت أكثر من 150 ألف نسخة. وبذلك النجاح المنفرد لا يسعى الجمهور سوى انتظار ظهور كوك الفردي الأول بفارغ الصبر. في أخبار أخرى، في أسبوع أزياء نيويورك شارك جينود وإنسيتي لأول مرة بهالة مذهلة ما أثار إعجاب كل من مستخدمي الإنترنت والمشاهير. ومن بين العديد من الحاضرين الذين يمتلكون مكانة عالية وحاولوا التقاط الصور مع جينو كانت المصورة إيلان فون من ضمنهم، حيث أخذت صورة سيلفي مع جينو وشاركتها عبر قصة الإنستغرام الخاصة بها. ولكن على الفور لاحظ مستخدمي الإنترنت أنها فعلت شيء خاطئ وكبير وواضح، فبدل من مشاركة الصورة مع حساب إنسيتي الرسمي شاركتها مع حساب فرقة بي تي اس، حيث أخطأت في اعتقاد جينو عضو من بي تي اس. تلقت تلك المصورة هجوما شديد، حيث عبر مستخدمي الانترنت عن إحباطهم قائلين كان يجب عليها أن تعرف من تأخذ الصورة معه أولا. وفي النهاية العنصرية ما زالت تطارد الأسيويون التي تفرض عليهم أن يبدو جميعا متشابهين ولا حتى يمكن التفرق بينهم. ومع هذا الرد العنيف اعتذرت المصورة إيلين بسرعة وأعادت نشر القصة بعلامة حساب إنسيتي الصحيحة. وعلى الرغم من اعتذارها اشتعلت أكثر قضية سوء معاملة المشاهير الأسيويون من قبل الغرب وخاصة أيدل الكيبوب. في أخبار أخرى، بعد طول انتظار تحمله البلينك، ظهرت فتيات بليك بينك مؤخرا على نيوسن لمشاركة المزيد من التفاصيل حول عودتهم المنتظرة للغاية. وفي تلك المقابلة القصيرة كشفت ليسا أن جميع الفتيات كن منبهرات جدا عند الاستماع إلى النسخة التجريبية من شيداون في استوديو التسجيل. قالت ليسا مع بدء المقدمة: بدأنا في النظر إلى بعضنا البعض بدون قول أي شيء، وقاموا على الفور بالموافقة على أن تكون شيداون هي الأغنية الرئيسية من الألبوم. وفي نفس الوقت كشفت جيني عن بعض النقاط الرئيسية التي تجعل شيداون تحفة موسيقية جديدة. ووفقا لما قالته جيني، فإن التناغم بين الموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب لها سحر إدمان جديد. ليس هذا فقط، فكلمات الأغنية وتصميمات الرقصات تجعل شيداون مثيرة للاهتمام. ثم أضافت جيسون مزيد من الأخبار السعيدة. فبعد الكشف عن أغاني بلاك بينك السابقة الموجودة في الإنفي، قالت جيسو: إذا نظرت عن كسب إلى الفيديو الموسيقي، فإن أغاني بلاك بينك الحالية ستكون متواجدة في كل مكان، وسأكون قادر على التصرف بحرية، لذلك يرجى التطلع إلى الإنفي. وفي هذه الأثناء واستجابة للشائعات الأخيرة عن أن شيداون هي آخر أغنية لفرقة بلاك بينك، أوضحت جيني الحقيقة. أوضحت جيني العلاقة الأخوية الوثيقة بين الأعضاء، وقالت أنهم يتألقون أكثر عندما يكونوا معا، كما أنها لم تتردد في قول أنهم أحبوا العمل مع وكالة وجي لأنها أفضل وكالة فهمتهم. ومن خلال تصريحات جيني هذه، تأكد الجماهير أن جميع الفتيات الأربع سيجددون عقدهم مع وكالة وجي قريبا. وفي نهاية المقابلة أكدت روزي وليسا على أن الفتيات يستعدون لجولتهم العالمية، وأعربوا عن حماسهم الشديد لمشاهدة البلينك مرة أخرى بعد فترة طويلة. وفي الوقت نفسه، في يوم 15 سبتمبر، تم رصد فرقة بلاك بينك في مطار إنيتشون متجهين إلى لوس أنجلوس لبدء العمل على الترويج لألبوم بورني بينك في الولايات المتحدة مع العروض المباشرة والحية. فمع إصدار بورني بينك سيتسع طريق الكيبوب أكثر في أمريكا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.